رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد قد الرياضي في الاهرام. مساء الفل على حضرتك. اهلا بك يا استاذ شيماء، واهلا بالساده المشاهدين. اكيد النهارده هنتكلم عن حاجات كتير جدا بتخص النادي الاهلي، يمكن عندنا ملف الاصابات، الانتقالات الشتويه، وكمان اكيد اللقاء القادم للنادي الاهلي قصاد شبيبه الثوره الجزائريه يوم الجمعه اللي جايه. خلينا نبتدي بقى مع بعض بالاصابات. شايف ايه سبب الاصابات الكتير جدا لعيبه النادي الاهلي، حتى اللعيبه اللي لسه منتقلين حديثا للنادي الاهلي يمكن ما شاركوش غير في اقل من مباراه وبرده اتصاب؟ هو الحقيقه يعني خلينا نبعد شويه عن موضوع، هو طبعا العين صابتني ورب العرش نجاني زي ما بيقولوا. هو اكيد طبعا في اسباب عديده يعني بالنسبه للاصابات، لكن في عالم الرياضه خلينا ناخذ بالاسلوب العلمي اكتر. يعني لعيبه النادي الاهلي دايما هم باعتبارهم النادي الاهلي طبعا اكتر حصدا للبطولات واكتر مشاركه حتى في المسابقات المحليه والافريقيه. وكان في وقت من الاوقات طبعا المشاركات العالميه، فاعتقد ان موضوع الاصابات ده شيء طبيعي جدا جدا نتيجه الاجهاد البدني والاجهاد العصبي والعضلي والاجهاد المعنوي وتلاحق المباريات. صحيح. لا طبعا ده كل ده بيعمل لود كبير قوي قوي على اللعيبه. اضف الى ذلك طبعا عملية التشخيص المبدئي، لابد ان يكون مثلا اللاعب عندما يتعرض لإصابة الإجهاد بالذات، لإصابة اي إصابة مفصلية عضلية، لابد ان هو يعني بيجنبه او بيصاحبه شيء من التوفيق عملية التشخيص بالذات، لان التشخيص ثلاث ارباع العلاج زي ما بيقول. التشخيص الصح يعني العلاج الصح. لعبة الاهلي غير محظوظه بالمره في هذه الايام، وبجد يعني حاجه غير مسبوقه. برضو ممكن نستثني حاله محمد محمود من لعبة الاهلي، لان اللاعب كان لسه منضم للنادي الاهلي ما بقالوش ايام. بالظبط كده. والناس اللي طلعت قالت ان هو يعني كان مع وادي دجله وكان بيتمرن عن جيل صناعه والحاجات دي، ده يعني شيء بعيد تماما. بس انا عايز اقول ان المشهد الثاني بالنسبه لمحمد محمود هو ده الاصابه، مش اصابه الكادمه. الكادمه ما تعملش يعني نوعين من الاصابه في وقت واحد. لو حضرتك لو بصيت لو شفت المباراه، الكادمه الاولانيه دي عادي وبعدين رجع يلعب. اللقطه اللي وقع فيها رجليه يعني قفشت بلغه الكوره يعني في الملعب، هي دي اللي عملت له التمزق في الاربطه وصاحبها رباط صليب. يعني ده كان غير محظوظ بالمره، غير الكدمه نفسها. زي ما بقول لك ان موضوع معظم او 80% من الاصابات عضليه ومفصليه، فاكيد ده طبعا يعني هم غير محظوظين بالمره نتيجه الاجهاد، نتيجه المباريات المتلاحقه، نتيجه المباريات المؤجله، نتيجه ان الاهلي عليه لود كبير جدا في موضوع حصد البطولات. عايز اقول برضو معلومه مهمه جدا جدا، لو كل المشاهدين بصوا او يتابعوا مباريات الاهلي بالذات هيلاقوا ال 11 لاعب او 10 لعيبه باستثناء حارس المرمى، بما فيهم حارس المرمى، اكتر لعيبه في مصر بتعمل تاكلينج، بتعمل يعني ده دليل على ان هم بيلعبوا بحماس، بروح الفانيلا الحمراء بيلعبوا بحماس منقطع النظير. حتى لو بصيت تلاقي ازارو مروان محسن اللي هم جايين من الهجوم مش من الدفاع بس، اللي بيخش يعمل كور مشتركه واستخلاص الكوره لا ده عبء كبير قوي على المهاجمين وعلى لعيبه وسط الملعب. اكتر ناس بيعملوا تزحلوا عشان يعملوا استخلاص الكوره، وده بيسبب التحام كبير نتيجة الروح المعنوية العالية ونتيجة الروح العالية اللي بيأدوا بيها، وده طبعا بيعرضهم أكيد للإصابات. يمكن كمان آخر إصابة حصلت في النادي الأهلي أو في مستشفى النادي الأهلي، رجع حسام عاشور مرة تانية للإصابات، لكن النهاردة اتصاب بكدمة في الركبة بعد طبعا ما كان خلاص تعافى من الإصابة في الكاحل. رجع النهاردة في التقسيمة واتصاب بعد كرة مشتركة ما بينه وما بين شريف إكرامي، اتصاب كدمة في الركبة. حتى في التدريبات يعني مش مجرد المباريات الرسمية حتى ولا المباريات الودية، حتى في التدريبات الكرات المشتركة كتيرة، يعني دليل على ان حسام عاشور راجع وبيلعب بنفس الحماس وعايز يرجع بنفس الباور نفس القوة ان هو يشترك في او يتحط في ضمن القائمة الأساسية، فبالتالي طبعا روح المعنوية عالية جدا، فبيلعب كما يجب يعني زي ما بيقول هو. وحتى الكرات المشتركة اللي انا اشرت اليها من شوية
حصل مع شريف اكرامي. صحيح. ويعني مش عارف يعني اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي مش ياخدوا بالهم او يلعبوا بالشوكه والسكينه وكلام من ده. لا ده طبعا ده كلام غير منطقي بالمره، ولكن ان يركزوا على الكور اكتر من التركيز ان هم يستحوذوا مجرد ان يستخلصوا الكور ويديها لزميل. لكن اعتقد ان هم يعني في ما اعتقدش ان هم هيشوفوا ايام اصعب من الايام اللي هم شايفينها دلوقتي. ان شاء الله هيتخلصوا من يا رب ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نروح للمباراه القادمه للنادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا، وهي مباراه شبيبه الثوره الجزائري ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه في الجزائر. بكره باذن الله الفريق مسافر 19 لاعب مسافر من النادي الاهلي عشان المباراه. شايف اللقاء اللي جاي هيكون عامل ازاي؟ اعتقد ان ضربه البدايه النادي الاهلي تجاوزها يعني كان قصاد فيتا كلوب. فيتا كلوب طبعا، وده مش من المرات الكتير على فكره ان النادي الاهلي او اي فريق مصري يتجاوز ضربه البدايه في دوري المجموعات، ولكن فوز النادي الاهلي هيديله دفعه معنويه كبيره. اضف الى ذلك ان مباريات دايما المباريات المصريه سواء انديه او منتخبات في الجزائر اغلبها ما بتنتهيش لصالح فوز الفرق المصريه، ولكن انطلاقه النادي الاهلي امام فيتا كلوب هيديله القدرة على ان هو يحصل على النقاط الستة او البونت السادس يعني زي ما بيقولوا. واعتقد ان الكرة دلوقتي طبعا بعيد عن التاريخ وعن البطولات وعن صحيح. وعن لا ال 90 دقيقة هم اللي بيبينوا دلوقتي لمن يبذل الجهد والعرق داخل الملعب اكتر. يعني لو حضرتك كنت تابعت مباراة سيمبا التنزاني مع شبيبة الثورة الجزائري وشفنا قد ايه تفوق سيمبا التنزاني على الفريق الجزائري، ده ما يدكش شوية امل ان احنا ممكن نتخطى عقبة شبيبة الثورة في المباراة القادمة؟ هو زي ما اشرت ان انطلاقة النادي الاهلي في ضربة بداية دوري المجموعات بالاضافة الى اداء شباب الثوره الجزائري قدام في ضربه البدايه ايضا يعني يدينا امل، يدي النادي الاهلي افضليه، يدي امل، وخصوصا ان النادي الاهلي مش من النوع اللي بيدخل المباراه تحت شعار التفاؤل فقط وليس لمجال كره القدم. لا النادي الاهلي درس وشاف شباب الفريق الجزائري هيقدر يتعامل معاه بشكل كبير، وخصوصا ان لو حصد الثلاث نقاط اعتقد ان هو هيقطع مشوار كبير قوي نحو السيمي فاينل زي ما بيقولوا. واعتقد ان الاهلي هيستعيد قوته مره ثانيه افريقيا. وفي الوقت اللي هيمر فتره يمكن انا شفت التقرير قبل منذ دقائق اربع اسابيع ثلاث اسابيع اسبوعين بعض اللعيبه عشان يرجعوا بعد التاهيل البدني. اعتقد يعني ان شاء الله باذن الله ثلاث اربع اسابيع الجايين دول يشوفوا يعني يستعيد الاهلي قوته كاملا باذن الله ان شاء الله. طيب لو جينا نبص على الهجوم، وليد ازارو، صلاح محسن، مروان محسن مصابين، هل النادي الاهلي محتاج دلوقتي ان هو يفكر في مهاجم جديد؟ بالتاكيد طبعا. بص هو طبعا هو يمكن يعني معظم انديه مصر دلوقتي محتاجه راس حربه، محتاج مين؟ فراوده. يعني لو بصيت المنتخب مصر اصلا يعني ما فيهوش راس حربه صريح دلوقتي، ما فيهوش اللاعب اللي ممكن تقولي هو ده اللي يقود مصر الناحيه الهجوميه بس محمد صلاح. محمد صلاح طبعا مش راس حربه صريح. صحيح. الاهلي محتاج ان هو فعلا راس حربه، يكون راس حربه صريح، يبقى هداف في الفتره اللي جايه. طيب قرار قيد عمرو جمال شايفه ازاي؟ لا كويس. انا شايفه انه قرار منطقي جدا جدا. عمرو جمال لاعب عنده خبره. أكيد. عنده خبرات محليه وافريقيه وبيعرف طريقه للمرمى وبيسجل من نص فرصه. لو خد فرصته كاملا وهو حس بنفسه ان هو هيقود النادي الاهلي بشكل اساسي، لا هتفرق معاه كتير قوي او هتفرق مع الفريق بشكل عام يعني. طيب خلينا نروح لاخر صفقات النادي الاهلي، حمدي فتحي، وطبعا اجاي كمان تم قيده افريقيا، وبرده بالتالي تم الاستغناء عن كوليبالي النهارده. شفت القرار ده ازاي؟ الحقيقه طبعا حمدي فتحي من اللعيبه المتميزه جدا وقبل بقى حسن في انديته سواء بتروجيت او انبي. والاهلي محتاج هذه النوعيه من اللعيبه اللي هي عندها بتلعب اكتر من مركز، يعتبر من لعيب جوكر يعني.
هو من اللعيبه اللي الاهلي هيحتاجه في اكتر من مكان، اكتر من مركز. عنده معنويات عاليه، عنده دفعه قويه، عنده حب للنادي الاهلي، النادي الاهلي. ودي تسوى كتير قوي. أكيد يمكن شفنا مع بعض قبل ما حضرتك تدخل الحلقه على طول لقاء مع حمدي فتحي في اول يوم ليه في تدريبات النادي الاهلي. اتكلم قد ايه هو سعيد ان هو موجود جوه النادي الاهلي، واتكلم حتى ان اسرته سعيده بطريقه، يعني بيقول مامته كان بيكلمه وتعيط في التليفون من كتر ما هي فرحانه بيه ان هو راح للنادي الاهلي، يمكن ده كان حلم من احلامه. فاكيد لاعب بالنوعيه دي خايف فعلا على تيشيرت النادي الاهلي. الموضوع مش بس فلوس، مش بس انا رايح اكبر نادي في افريقيا، لكن في بقى حاله عشق للنادي. بص، هو يمكن السنتين اللي فاتوا لغه المال طغت على الملاعب وعلى اسلوب الاحتراف بين اللعيبه. نغبت ان النادي الاهلي رجع تاني بولاء اللعيبه، بحلم اللعيبه انها تلعب ترتدي زي النادي الاهلي في الوقت اللي وصل فيه اللعيبه لاكثر من 50 60 70 100 120 150 مليون. ومعنى ان في لعيبه تضحي ببعض الملايين عشان ترتدي لفرقه النادي الاهلي، لا، يبقى النادي الاهلي لسه بخير. النادي الاهلي لسه متعافي. معنى كده ان اللعيب حلمه، ما زال اللعيبه بتحلم انها ترتدي لعيبه النادي فانيله النادي الاهلي. فبالتالي ده هيفرق كتير قوي قوي مع الاهلي، ان اللاعب يلعب بعشق، بيعشق النادي الاهلي. ممكن الفلوس تتعوض في رحله الاحتراف الخارجي. صحيح. لو هو عايز، وحتى هو موجود جوه مصر ممكن الفلوس طبعا تتعوض. يعني يمكن انت لما تيجي تلعب في نادي الاكثر شعبيه وجماهيريه في افريقيا، فبالتالي انت هيجي لك اعلانات كتير، يعني هيبقى في 50,000 مصدر تاني غير الفلوس بس اللي بتاخدها من النادي الاهلي. لكن لو بتلعب في نادي هيديك فلوس كتير وملوش اي شعبيه ولا جماهيريه، مين هيستخدمك او هتعمل ايه تاني غير انك تلعب كوره؟ بالظبط. بيتعوض بشكل كبير، بيتعوض من ناحيه المكافئات، ناحيه الاعلانات، بيبقى السبوت عليه بشكل كبير. اذا جا مثلا سمسرة او الوكلاء اللاعبين في اوروبا دايما عينها على البطل دايما، وعلى خصوصا كمان الدوري او اللعيبه المصريه دلوقتي. طبعا محمد صلاح عمل حاله كبيره في اوروبا، واتجهت الانظار دلوقتي على اللعيبه المصريه. بس يعني المفروض ان اللعيبه تستغل ده، تشتغل على نفسها في الموضوع ده، ويكون ما يبقاش يقف حلمها عند ارتداء فانيله معينه او اللعب لنادي معين. يكون عنده حلم او عنده القدره على ترجمه ذاته، انه ما يلعبش النادي بس، يلعب لمنتخب بلاده، ويلعب بره، يحترف بره في اوروبا. وده هيفرق كتير قوي مع اللعيبه. اكيد. اللقاء فيتا كلاب كان اللقاء الاول او الاختبار الاول لسارتي في البطوله الافريقيه. شفت اداؤه ازاي؟ بص، الحقيقه طبعا هو الاداء كان مختلف ما بين شوطي المباراه، يعني شوط المباراه الاول والشوط الثاني. الى ان استطاع النادي الاهلي ان يهدف يعني في المباراه. انا شايف ان نصرتي مع الوقت هيكتسب قدره الانسجام مع لعيبته. صحيح. مع الجهاز، مع باقي الجهاز الفني. يمكن هو ده الكلام اللي قاله، قال انا دلوقتي لسه بتعرف على اللعيبه، وقريب جدا هحط التشكيل الامثل اللي همشي عليه. يمكن يعني ما فيش مدرب في العالم كله بيجي من اول مباراه ثاني مباراه مع الفرقه وبيختار الاختيار الامثل، ومش بس التدريبات اللي بتعلن عن امكانيات اللعيبه في الملعب عشان يختار كل لاعب في مركزه، لكن هو بيسترشد باقرب معاونيه في اول 3-4 مباريات الى ان يضع ايده على النقاط الصحيحه او التشكيل الامثل بالنسبه له. اعتقد ان نصرتي مع الوقت، ومع الوقت القريب مش الوقت البعيد كمان، لان النادي الاهلي ما بينتظرش عملية المدرب اللي يجي يضع ايده عشان يعمل تشكيل امثل على الوقت على اللونج ران. لا، هو بعد مباراة او اثنين او ثلاثة ممكن يحدد بشكل كبير امكانيات او قدرات الفريق في احتياج اللاعب الامثل في المكان الامثل يعني. اعتقد ان يعني خلال المباراة الجاية، وده هيظهر بشكل كبير قدام الفريق الجزائري، ان هو هيختار التشكيل الامثل بس في حدود اللعيبه المتاحه. يمكن طبعا بعد الاصابات غصب عنه ان هو في لعيبه كتير قوي بعيد عن قدرات اختياره. لكن هو هيختار ليس في الامكان
افضل مكان من مكان يعني ان اللعيبه اللي عنده اللي هم المتعافين هيختار منهم التشكيل الامثل. وانا بقول بقى بصراحه الله يكون في عون وفي عون الجهاز الفني والله يكون في عون اللعيبه اللي داخله وشبح الاصابه قدامهم، فيعني لكم في عونهم يعني. طيب خلينا نتكلم عن اللقاء ده، يعني بعد ما شفت لقاء فيتا كلاب والنادي الاهلي حسيت ان لسه في مراكز محتاجه تدعيم جوه النادي الاهلي؟ الحقيقه طبعا مراكز السرد باكات بالذات، قلب الدفاع. انا مش عارف كمان، انا مستغرب يعني ليه الاستغناء عن كوليبالي يعني في الوقت ده هو كان نجم المباراه. عشان اجاي اللغه الافريقيه. لا احنا محتاجين المكان ده، النادي الاهلي محتاج مركز المساك. يكفي ان المباراه اللي قبلها قدام بيراميدز الاثنين المساكين مش هم مساكين، ما كانوش بيلعبوا مس محمد هاني واشرف الاثنين المفروض ان هم طرفين، ان هم يلعبوا سيرد باكين في مباراه مهمه جدا جدا زي دي، ده يدل على النادي الاهلي لا محتاج جدا قلب الدفاع. دايما قلب الدفاع هو رمانه الفريق او بيدل على قوه الفريق. انا شايف ان الاهلي محتاج قبل ما يحتاج ما يكون محتاج راس حربه محتاج ثيرد باك، ثيرد باك ضروري. طيب لو اتكلمنا برضو عن ابرز الصفقات الشتويه اللي حصلت، محمد محمود هو للاسف اتصاب، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، جيرالدو، صفقات كتير قوي عملها النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، ايه ابرز الصفقات بالنسبه لك؟ ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم لانه بيلعب مساك ومساك متميز وخد بقى على المكان ولعب في سموحه وكان من ابرز اللعيبه، زي ما قلت لك ان من ابرز يمكن من اهم انجازات النادي الاهلي لما حصد البطولات تلو الاخرى كان عمود الفريق وائل جمعه. لما وائل جمعه كان بيلعب سيرد باك وكان طبعا بعيد بقى الفريق محمد ابو تريكه وبركات والجيل الذهبي والجيل الجميل ده كان معتمد اصلا في الوقت اللي مصر كسبت فيه 2006 كاس الامم الافريقيه كان وائل جمعه. صحيح، هو الصخره، صخره مصر وصخره النادي الاهلي. صحيح، فابني اعملي سيرد باك وابني عليه الفريق. سيرد باك لما يكون كويس بيبقى الفرقه كلها بتدفع. شايف مين ثيرد باك موجود في الدوري المحلي ممكن ينفع النادي الاهلي في الوقت الحالي؟ لا هو خلاص ياسر ابراهيم بعديه مفيش ثيرد باكات يعني هتيجي. الاهلي ما بيفكرش دلوقتي في ثيرد باك، حتى ثيرد باكات اللي خلصهم اللي كانوا تحت السن اللي جزار بتاع كهرباء اسماعيليه على اكتر من لاعب لسه صغيرين ما عندهمش خبرات. جزار اتنقل برضه. ما انا بقول يعني ما كانش عندهم الخبرات فلازم يتنقل اعاره يعملوا خبرات بره ويرجعوا تاني. صحيح، بس انا شايف ان من احسن السردبكات في الدوري بشكل عام هو نتكلم مثلا في سردبكات سموحه، سردبكات بيراميدز. اعتقد ان لا الفرقه بيقوم عليها السردبكات ثم باقي المراكز. الاهلي محتاج دلوقتي ان هو يشوف سيرد باك، لازم يشوف سيرد باك ضروري دلوقتي، ولو خد فرصته طبعا ياسر ابراهيم هيملى هذا المركز بشكل متميز يعني. طيب خلينا بقى نروح لملف تاني، هو ملف استضافه مصر اللي كان 2019. شايف الحدث ده ازاي؟ طبعا حدث مهم جدا جدا. عارفه لما الواحد لما يجي له كده وش السعد مره واحده كده يبقى حظه كويس. لا انا شايف ان مصر في هذا التوقيت كانت محتاجه تنظيم كاس الامم الافريقيه، وان كانت ما كانتش بتفكر فيه. صحيح، يعني احنا ما كانش على البال خالص. الوزير النهارده طلع وقال الحدث ده مقدر لمصر. بالظبط، يعني هو جالنا بص بقدره قادر زي ما بيقول. صحيح، وكمان احنا فوزنا ب 16 صوت لصوت واحد بس لجنوب افريقيا. لا ما ده طبيعي. لا ما هو اصل دي مش منافسه احنا استعدنا لها من سنتين عشان نفوز 16 واحد. هو الموضوع خلاص جالنا من شهر، مش لسه وقت التصويت. جالنا في من شهر وبالتحديد في شرم الشيخ لما جه احمد وشاف وانفنتينو في البطوله الافريقيه اللي هي البطوله الشاطئيه، هو اللي عرض على مصر ان احنا ندخله. ومعنى ان يعرض على مصر يعني معناها ان احنا لو قلنا يبقى حتى تسند لينا. وجرت بقى المفاوضات ما بين الدول، وكان يوم التصويت ده يوم سوري، يوم شكلي. ولكن احنا كنا واثقين ان احنا هنفوز بتنظيم كاس الامم الافريقيه، وان كنت باكد ان هي جات لنا فرصه ذهبيه، ولولا كاس الامم الافريقيه
لكان التسويف والمماطله في وجود الجماهير في المدرجات لكان ممكن ياخد له 10 سنين كمان. صحيح. فاعتقد ان دي جت عشان لنا انقاذ. جت لانقاذ الكره المصريه. أوه. انت دلوقتي في يعني الدوري مع الكره مع قانون الاستثمار، احنا دلوقتي في الاستثمار، الاستثمار الرياضي بشكل عام والكره بشكل خاص. اللعيب دلوقتي وصل ثمنه ل 100 و 150 مليون. طيب لازم الجمهور يجي، الجمهور سعر التذاكر هيغلى اكتر. ولما يجي الجمهور في المدرجات يملى المدرجات من 20 ل 30 ل 50 الف متفرج، هيبقى في ايرادات للانديه وتنقذ الانديه كمان من بس برضه دي ايرادات للانديه الجماهيريه. معلش مع يعني مثلا امبي لما يلعب النادي الاهلي هيستفاد من جماهير النادي الاهلي، لما يلعب الاهلي او يلعب الزمالك او الاسماعيلي او المصري. حلو قوي. هيستفاد من هذه الايرادات ولا لا؟ رايح جاي هيستفاد منها، على الاقل هيدخل له مليون في المباراه، 2 مليون وهكذا لو عمل اسعار تذاكر. اذا هنا هيستفيد بالدخل، بدخل الجمهور وطبعا هيبقى مفيده جدا للكره المصريه ان يبقى يدر دخل وهيرفع عن كاهل بعض الانديه. الانديه برضو النهارده في انديه مهما كان اللي هي بتشارك في الدوري الممتاز برضو عقود لاعبتها لم تتعدى المليون، يعني بصيت الحرس الحدود الداخليه صحيح اكتر من لا احنا فريق. عندنا في الدوري المصري في الدوري الممتاز بالخصوص يعني في لعيبه بيخلصوا ماتش بياخدوا 5000 جنيه مكافاه، وفي لعيبه بيخلصوا ماتش بياخدوا 180 الف جنيه مكافاه. بالظبط يعني كده. ده اللي موجود عندنا، ده الواقع. طيب شوفوا بقى التفاوت بقى الرهيب، تفاوت رهيب طبعا ما بين اللائحه الماليه لكل نادي، زي التفاوت الرهيب جدا 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 في انديه الدوري الممتاز. في لعيبه بتاخد كده بعد المباراه على طول في غرفه الملابس 7000 جنيه، وفي لعيبه بتستنى 500 جنيه وده اخر الشهر. فاعتقد ان الكلام ده لازم يتحط له لائحه ولازم يتحط له تقنين لهذه المعامله الماليه. طيب بالنسبه لدوري الدرجه الثانيه، انا سمعت ان في اجتماع جمعيه عموميه غير عاديه عشان يناقشوا فيها زياده حصتهم من البث، ده ازاي بقى؟ هو اصلا دوري الدرجه الثانيه ده مش بيتذاع. بص هو في اللائحه حاطين 3% بس فضائي عائد البث الفضائي لانديه الممتاز بيه والقسم الثالث. طيب. 3% من البث الفضائي لانديه الممتاز. انا عايز اقول لك ان كان يمكن من سنه او من سنتين كانت دي ام سي سبورت لما كانت لسه موجوده وفاتحه وقناه النهار كان فعلا كان في مفاوضات او كان في فعلا اتذاعت يمكن لفتره معينه سنه موسم كامل اتذاعت لموسم كامل دوري الدرجه الثانيه وبعد كده توقف عن البث. حصل كل نادي على من 300 ل 450 الف جنيه. وايه اللي حصل بعد كده؟ ما عرفوش يسوقوه. ما عرفوش يسوقوا المنتج ده. ما عرفوش قيمته عشان يسوقوه. ازاي؟ في كمان موضوع كارثي ان العقد اللي مكتوب بين اتحاد الكوره والشركه اللي خدت الدوري عشان تبثه على الهواء اللي دي ام سي والنهار ما كانتش عامله شرط جزائي. فانسحبت في اخر في اخر العقد يعني ما التزمتش بدفع القسط الاخير، هم اربع اقساط دفعت ثلاث ارباع الاقساط والربع الاخير اللي هو قيمته 8 مليون جنيه ما اتدفعش. ما كانش في شرط جزائي، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان كان فتح علوم فتح يعني ما عرفوش او هم اشتروه ب 33 مليون في السنه دي. ما جابوش حتى ربع ثمنه مقابل. صحيح. او ما عرفوش يسوقوا المنتج ده. الانديه هي اللي كانت مستفيده لان كان بيتزع لها ماتشات وبتاخد فلوس. صحيح. وبالتالي وكان لعيب ساعتها انا فاكر ان 44 لاعب من الممتاز به انتقلوا للدوري الممتاز على مدار ال 18 نادي بسبب البث التلفزيوني. اتشافوا بعد ما كان قيمته مثلا 50,000 70,000 بقى قيمته 300 400,000 وفعلا لعيبه كتير جدا انتقلت وتألقت. بعد كده طيب الحل ده يعني الحل للازمه دي تكون ازاي؟ نقلل من القيمه الماديه للبث، يذيعوا الماتشات بتاعتهم ببلاش عشان يتشافوا، ايه اللي يحصل يعني المفروض؟ لا انا شايف بقى اللي من العدل ان اتحاد الكوره يفتح المزاد على هذا الدوري. يفتحوا لكل الشركات مش لشركه واحده. وطبعا ما ينفعش يتاخد بالامر المباشر. لازم يتاخد بمزايده. بس حضرتك لسه كنت بتقول انه ما جابش حتى ربع الفلوس اللي اتدفعت فيه عشان ما عرفش يسوقه. ما هو مش هيجيب عشان انت لو مش عارفه تقدري قيمه المنتج ده يمكن محتاج اسلوب اخر من التسويق. ايه هو بقى الاسلوب الاخر؟
الاسلوب الاخر ان انا اعتمد على اذاعه المباريات الشعبيه والجماهيريه. صحيح. زي مثلا المنيا بيلعب سوهاج، دول فرقتين شعبيتين لازم تذاع الماتش ده، وبالتالي هيبقى لقاء جماهيري ناس كتير جدا هتشوف. صحيح. وتخاطب المعلن اللي عنده هدف بالزبط. في المكان ده بالظبط. انا عايز اقول لك على مفاجاه، ان في احد بعض مش احد كمان بعض رؤساء الانديه كانت بتستغل هذا الإذاعة المباراة على الهواء استغلال لفرقتهم. يعني كانوا بيتفقوا مع رجال الأعمال، بيبقوا عارفين المباراة هتتذاع بكرة، يروحوا رجال الأعمال ويروحوا عاملين إعلانات في السور ورا المرميين عشان يقدروا يجيبوا مثلا 30 40 ألف من ورا هذه المباراة يقدروا يصرفوا على فرقتهم. وده طبعا كان شيء جميل جدا، كان هم بيستغلوه بالشكل دوت يعني. طب أنت بقى كشركة راعية إزاي أنت ما يجيلكش الأفكار ديت؟ إزاي اللي ماسك الملف ده ازاي مش عارف يسوق هذا المنتج اللي هو غني جدا جدا؟ انا يعني لو واحد من الناس، انا لو ماسك الملف ده واتباع الملف ده ب 20 مليون مثلا، انا اجيب قدامه 50 على مدار السنه الموسم الواحد. انا اقدر اتعامل مع رجال الاعمال اللي في المحافظات. صحيح. الانديه، لان اغلب الانديه كمان اللي في دوري الدرجه الثانيه دي بتمثل مناطق او محافظات او كاملة. صحيح. مراكز مراكز كامله يعني، دمياط محافظة دمياط، سوهاج محافظة سوهاج، المنيا محافظة المنيا، أسوان، وهكذا، كلها بس المحافظات. لابد من التعامل بعقلية المستثمر أو بعقلية تسويقية، يكون ناس فاهمة ويكون إيديها في الموضوع دوت. ما يبقاش العملية إيه، لا والله أصل هو ما جابش. طب ما أنت ما ساعدتش، ما عرفتش تسوقه وما ساعدتش للتسويق، وفي نفس الوقت أنت كاتب عقد يعني خرجت اللي هو كان كاتبه دوت من مأزق من 8 مليون يعني زي ما بيقولوا يعني. وبعدين انت ما عرضتش كمان دلوقتي يعني، انت دلوقتي طيب تفتكر ايه السبب اللي خلى دلوقتي الانديه تتكلم في النقطه دي؟ هل في مثلا بوادر ان هيكون في حد هيبيع المباريات الخاصه بالقسم الثاني؟ هو ابتداء من الموسم الجاي هو اتحاد الكره عايز يعمل دوري محترفين ليه؟ اللي هم 24 نادي. طب وليه عايز اعرف هو عايز يعمله فعلا ليه، وليه هم مش موافقين؟ مش موافقين عشان اولا هيقضي على جماهيريه اللعبه ازاي. اللي هيوصلوا ال 24 نادي دول اللي هم كان مخطط 18، 60% منهم انديه شركات اللي هيوصلوا، لان طبعا دول اللي معاهم الفلوس ومعاهم ما عندهم امكانيات. معنى كده ان لو اتسوق بانديه شركات مش مرئيه ما حدش هيتفرج بقى يعني. انا دلوقتي هتفرج على كوكولا بيلعب مش عارف مين. بس في الحاله دي الشركه نفسها هي اللي بتعلن عن نفسها. بالظبط. لا انا بتكلم على مين اللي هيتابع الدوري ومين اللي هيتفرج على الدوري. انت بالشكل ده هيبقى سوهاج بعيد، كفر الشيخ، لان بص اكتر من 60% من الانديه الجماهيريه بعيد، المريخ، كل ده لو انت بصيتي لمراكزهم في الدوري السنه دي. ممكن المريخ البورسعيدي يعني بحس ان امكانياته كويسه. بعيد عشان عندهم مجلس اداره كويس، مجلس كله شباب، احمد جوهر من رؤساء مجالس الاداره الشابه اللي بتقدر تقنع المحافظ بورسعيد وتقنع كمان رجال الاعمال ان هم يعملوا استثمار في 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 فريق القناه مثلا. عنده فلوس، عنده فلوس كويسه جدا. طيب غزل أكتر المحله الناس، من اكثر الناس اللي عندها فلوس. القناه دلوقتي بينافس القناه بفرق بونت بينه وبين المركز الاول، بينه وبين الترسانه. في اربع انديه شركات، القناه واف سي كوكاكولا وسيراميكا، بنفسه الترسانه فرق بونت واحد. فبالتالي يعني جايز جدا الفرقه منهم تصعد، وجايز الترسانه. لو بصيت المجموعات الثانيه برضو معظمها انديه شركات معاهم فلوس. الكوبا التسويقيه اللي لعيب الدوري الممتاز بيه دلوقتي وصلت لاكثر من 300,000 جنيه في الانديه دي. لسه بقول لك ان انت عارفه كوكاكولا راست 7,000 جنيه اللي في حاله الفوز بياخدوا مكافاه اللبس. يمكن دي قريبه يمكن من مكافآت الدوري الممتاز. مش بس كوكولا، ده سيراميكا كمان عامل لائحه تصاعديه يعني بتوصل ل 9,000 و12,000 جنيه في المباراه الواحده. ومع ذلك بيتغلب عادي من كل الفرق اف سي مصر. تعرف بس مشكله الفرق دي ان دايما لما بتطلع للدوري الممتاز بتنزل تاني. ما بتنزل تاني عشان بتفرط اولا في لعيبتها. امكانياتها، السقف بتاعها يعني، سقف طموحها، سقف طموحها وسقف المادي كمان. اصل انا كمان مش يعني لما يكون عندي في الممتاز به سقف المادي عندي، اللعيب عندي ب 300 400 الف، وفجاه في الدوري الممتاز
اللاعب ب 2 مليون و 3 مليون، طب انا هغطي الجاب ده ازاي؟ من 300,000 ل 2 مليون هجيبها ازاي؟ بالاضافه لان اتحاد الكره واعد الانديه اللي هتوصل للدوري المحترفين 2 مليون جنيه، طب 2 مليون جنيه يجيبوا كام لعيب؟ بالظبط 5 لعيبه بالكتير قوي. يجيبوا 5 لعيبه من الدوري الدرجه الثانيه برضه. وهم بيلعبوا في الثانيه مش في الممتاز. طب انت كده هتاخد ال 2 مليون هتعمل بيهم ايه؟ هتجيبهم 3 4 5 لعيبه، طب بقيه اللي هتصرفه على الدوري ازاي؟ ده بقى اللي جاوب على سؤالي. طب ليه هم مش عايزين يلعبوا دوري محترفين؟ عشان دي عشان لو لعبت دوري محترفين هتديني 2 مليون، 2 مليون مش هيعملوا لي حاجه. صحيح. دي حاجه هتتظلم الانديه الجماهيريه وهتتظلم. بالظبط كده. لا انا ممكن اعمل الثلاث مجموعات زي ما هم وممكن اسوقه واسوقه كويس قوي وصعد ثلاثة دوري ممتاز وهبط ثلاثة بدل ما هبط سبعة وهبط أربعة وهبط خمسة والقصة دي وحافظ على جماهيرية اللعبة على صحيح. شعبية اللعبة ما أقدرش أضيعها بحجة الدوري المحترفين. أنا ممكن أستغل الدوري ده كويس قوي بشكل احترافي وبشكل منهجي، لأن طبعا استحالة جدا دوري المحترفين مطروح يروح يلعب أسوان ويقعد يومين ثلاثة أثناء الموسم. طب احنا لو طبقنا دوري المحترفين في 24 فريق معنى كده ان 46 مباراه في السنه والسنه كلها فيها 52 اسبوع من 46 اسبوع. طب هنضغط المباريات، هنضغط المباريات لفريق اسوان بيلاعب مطروح محتاج له اربع ايام، بقى هتضغط المباريات ازاي؟ موضوع صعب جدا. لازم نراعي الظروف المعيشيه والظروف المجتمعيه في المحافظات عشان نقدر نقدم دوري كويس. الدوري السنه دي قوي جدا جدا، مش محتاج صدقيني والله مش محتاج عمليه مجموعه واحده، الثلاث مجموعات الثلاثه ما تعرفيش مين هيصعد ومين هيهبط. الاخير بيكسب والاول بيتعادل والمباريات صعبه جدا جدا في الثلاث مجموعات. يا ترى بني سويف ولا اسوان المجموعه الاولى هيصعدوا ومعاهم المنيا؟ يا ترى المجموعه الثانيه زي ما قلت لك الترسانه وكوكا كولا وسيراميكا واف سي والقناه وفرق كتير. المجموعه الثالثه المجموعه الجماهيريه كلها طنطا، بلديه المحله، غزل المحله، دمنهور، الرجاء، وكفر الشيخ. الموضوع ملتهب، بس هم محتاجين ان حد يبص عليهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب من السنه دي انتوا سايبينه كده الدوري ده وبيتذاع ببلاش على بعض القنوات، بيستغلوا فرصه لبعض القنوات ان هم يذاعوه، وهم اللعيبه كمان محتاجه ان يتذاع زعلهم ماتشات، محتاجين هم يتشافوا. بالظبط. طب ده مش اهدار ملعب؟ هذا المنتج ما انت في ايدك انك انت تعرضه، هل عرضته للبيع؟ ما عرضتوش للبيع، اذا هنا انت اهدار. هو برضه هيرجع هيقول انا ما انا عرضته للبيع وما جابش ثمنه. لا معلش، ما انت لما عرضته للبيع زودت القيمه بتاعته قوي، يعني هي كان قيمته التسويقيه ساعتها في حدود 10 مليون، انت خليته 33 مليون فجاه مره واحده. يعني انا مش عايز اقول اتضحك على اللي اشترى، بدليل ان هو هرم ما كملش وزوغ وما دفعش حتى القسط الاخير. لا انا شايف ان 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 الناس لازم تكون ايديها في الموضوع، ولازم تكون ايديها عندهم خبرات اكتر من كده عشان يعرفوا يسوقوا هذا المنتج. يعني ده بالنسبه للدوري الدرجه الثانيه. نروح بقى لدوري الممتاز، دوري مصري ممتاز. شايف ايه الجديد في السنه دي؟ بص، هو الجديد هو عمليه خطف اللاعبين والصراع على 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 اللعيب، خصوصا من انديه. بنتكلم عن الانتقالات الشتويه. الانتقالات الشتويه هتعمل شيء من رمانه الميزان في بعض الانديه بس اللي بتنافس، اللي هو المربع الذهبي. ولكن محلك سر بالنسبه للانديه اللي تحت. صحيح. يعني لو بصينا نجوم المستقبل، الداخليه، حرس الحدود، الانديه اللي هي بتعاني من صراع عدم الوجود، برضه الامكانيات هي اهي. ما يقدرش هو لما يبيع لعيب، بالعكس ده هو بيبحث انه يبيع لعيب لربما السناره تشبك في لعيب من عنده يجيب له 10 مليون. هو ده كل طموحه، كل طموح الانديه اللي تحت. لو بصيت للصفقات اللي عملها الانديه دي، صفقات عاديه جدا، مش صفقات براقه زي ما بيقولوا. انا شايف ان الصراع على زياده قيمه التسويقيه للاعب في مصر لا مبالغ فيها جدا.
مش عايز اقول ان لازم يتحط سقف، لان طبعا كده احنا هنرجع للرده الاداريه. ما ينفعش ان احنا نقول نتحط سقف للعيب قيمته مثلا 10 مليون، لا يزيد ما يبقاش 10 يبقى 20. ما ينفعش الكلام ده، بس لازم يكون في شيء من العقلانيه. بس المشكله انت حتى لو حطيت سقف يعني الاسعار اللعيبه ممكن الفلوس تتاخد من تحت الترابيزه، ده عادي جدا يعني. بالظبط، هو ده اللي يبقى ناس ثانيه تستفيد. لا يبقى اتحاد الكره بقى يستفيد، ويستفيد بنسبه ال 1.5% في حكايه كود اللعيبه، وعلى الاقل هو يبقى يستفيد. وساعتها ممكن يتحط كمان في العقد. انت عارف ان فتحت لنا قصه العقود وازاي بتتكتب في العقود. يعني لعيب مثلا قيمته مليون جنيه مثلا، بيتكتب في العقد اقل من كده، العقد نفسه. ليه؟ ده بيخليك تهربي او تتجنبي انك تدفع ال 3% او ال 1.5% القيمه، هتبقى عاليه جدا على كاهل النادي. انا اعرف انديه في الممتاز به وفي القسم الثالث بيكتبوا في العقد 1000 جنيه بس قيمه عقد اللعيب، 1000 جنيه، ويكون هو عقده 100000 جنيه عشان يدفع 150 جنيه بس. بالظبط، بدل ما يدفع له 15000 و150000. فدي دي اسلوب التحايل، ان وبينه وبين اللعيب بيبقى في بقى ضمانات تانية خالص. فدي بيبقى اسلوب تاني للتحايل. فكرني بالجواز ومؤخر الصداق والمهر والحاجات دي. بالظبط بالظبط. فلا انا شايف ان المنافسه السنه دي في الدوري الممتاز هتبقى منافسه قويه، وخصوصا بعد الانتقالات الشتويه. الاهلي بس ربنا يبعده عن الاصابات، هتلاقيه يرجع الاهلي قادم. الزمالك السنه دي ما شاء الله يعني برضو ماشي بشكل متميز الحقيقه جدا. وبيراميدز يكفي ان هو معاه يعني اسعار لعيبته وصلت للمليار دلوقتي النادي كله يعني. وبعد ما رجعوا في كلامهم كان عارضينه للبيع ب 45 او 450 مليون او 45 مليون دولار، في حين ان هم اشتروه ب 5 مليون دولار فقط. يعني وكان ساعتها يعني تقريبا بحاجه و 80 مليون جنيه. صحيح. فوصل القيمه التسويقيه للانديه واللعيبه وصلت مداها يعني زي ما بيقولوا يعني. خلينا نروح بقى لمحمد صلاح. محمد صلاح بيتعرض بقى في الفترة الأخيرة دي لاتهامات إن هو بيمثل، إن هو بيقع دايما في منطقة الجزاء زي ما كان مثلا بيتقال على نيمار، بس نيمار كان بيعمل كده في كأس العالم بجد، كان بيمثل بجد. شايف الانتقادات دي إزاي؟ بص، محمد صلاح وصل للنضج الكروي اللي يمكنه من استخدام ذكائه عن طريق المرونة اللي اكتسبها من خلال ان هو بيشتغل على نفسه. اولا محمد صلاح بقى عنده مرونه ورشاقه غير عاديه دلوقتي. صحيح. نتيجه انه بيشتغل على نفسه كتير، دي بتمكنه ان هو يترجم لغه الاشاره عنده، اللغه المهاريه زي ما بيقولوا، لان اللعيب المهاري خصوصا في منطقه الجزاء بيستغل هذه المهاره، بيستغل هذه المراوغه، بيبقى عنده حلول. واللعيب اللي عنده حلول بيبقى اللعيب غالي جدا جدا. أكيد. هو الاهلي ليه اشترى حسين الشحات؟ عشان عنده حلول. أكيد. عنده حلول في الناحيه الهجوميه. محمد صلاح عنده حلول، واحنا شفنا المباراه اللي فاتت اللي حصل فيها على ضرب الجزاء، كره ميته جدا، ظهره للمرمى بعيد عند حافه خط ال 18، لف بالمدافع بشكل مرن، بشكل عنده رشاقه، فالمدافع اضطر ان هو يستخدم معاه العنف. طب اذا هنا من لعبه ميته احيا اللعبه الى لعبه بقت ركله جزاء. يبقى تامر بقى يوصل لعامل ازاي؟ صحيح. فبالتالي استخدم اساليبه، واستخدم ذكائه، واستخدم رشاقته، واستخدم مرونته اللي اشتغل عليها، اللي اجتهد عليها، اللي دافع فيها دم قلبه زي ما بيقول. فبالتالي لعيب زي ده لا بيوصل، بدا يرتقي وبدا يوصل منحناه الفكري. اللي هو بيشتغل على نفسه من خلال المنحنى البدني كمان. فبالتالي لا هو بكده قدر فعلا ان هو يدخل من ضمن افضل يعني اكتر 10 لعيبه، ده قبل كاس العالم، اكتر 10 لعيبه الاعلى سعرا. دلوقتي ما شاء الله دي ممكن وصل للمربع الذهبي في وسط اللعيبه الاعلى سعرا. فبالتالي لما مش عمليه اجتهاد، عمليه التدريب وانام بدري والقصه دي، لا لا لا، ده موضوع تاني خالص، موضوع احترافي بشكل فكريا وبدنيا. بالظبط. وزي ما بقول لك بيشتغل على نفسه فكريا وبدنيا، وبيوصل للنتيجة اللي هو عايزها. صحيح. أستاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الأهرام نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعة 5 مساء في حلقة جديدة. يوم سعيد على حضراتكم.